أهلا بكم. لا تتخيلوا ولا تتصوروا إحساس الإنسان اللي عنده سمنة، إحساس مزعج، إحساس مؤلم، إحساس أحيانا بيخليه ما يعيش حياته. تعالوا نشوف نموذج كده عشان نعيش يوميات أجندة مريض السمنة عاملة إزاي. ضيفي العزيز الذي يبدع دائما في حواره، بستمتع بالحقيقة بالحوار معه، حوار علمي على أرقى مستوى وتطبيقات علمية وتوضيح لكل النقاط اللي تكون في خاطركم النهاردة تسمعوها في جراحات السمنة. واحد من نجوم هذا المجال في مصر والوطن العربي الأستاذ الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وعضو كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة، وصاحب طبعا المحاضرات يعني الأبحاث المتميزة في الدوريات العالمية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. نورنا في الناس. أهلا وسهلا. قبل ما ابدا النهارده عايز اقول انه مش شرط المصيبه تكون واحده، ممكن الانسان ياتي عنده اكتر من مصيبه، يعني يجيله مصيبه السمنه دي مصيبه، لكن معاها مصائب اخرى كما يقولون المصائب لا تاتي فرادى. تحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين وكل فريق العمل، يعني الحقيقه في احترافيه شديده في ان هم يجمعوا الماده العلميه ويعني على اعلى مستوى من التدريب والمهنية، ويعني شهادة نعتز بها. لا حاجة جميلة الحقيقة. الحقيقة طبعا السمنة المفرطة تقرير غاية في انه هو بيوضح كل الحاجات المراحل اللي بيمر بيها عيان السمنة، ودي بتفرق طبعا مع سن مختلف، يعني سن البنات النهاردة بتيجي بنت مع والدتها عندها سمنة مفرطة ومترددة انها تاخد القرار لبنتها. البنت تبقى بتعاني من مشاكل فعلا نفسية، واحنا مش اقل من تلت فعلا العينين اللي بنشوفهم بصورة يومية عندهم اكتئاب وماشيين على انتي ديبريسنت، ماشيين على ادوية للاكتئاب بسبب السمنة المفرطة وفي سن صغير، يعني حاجة بتحزن. يعني الام طبعا بتبقى خايفة على بنتها في السن الصغير، وعندها تساؤلات كتيرة جدا ان هي بتعمل عملية ولا ما تعملهاش، هي بتعمل حاجة صحيحة ولا ما بتعملش حاجة صحيحة. الاولاد برضو اللي هم في مقتبل العمر اللي داخل الجامعه وحاسس ان وزنه كبير، يمكن اوزان قد تتعدى ال 200 كيلو في سن 21 سنه. امبارح شفت بعض الناس منهم امبارح في اثناء يعني العيادات بتاعتنا في المراكز، اوزان ضخمه جدا في سن صغير. طب هتعمل له ايه؟ يعني ده هو طبعا محبط مش قادر يمارس رياضه، وحقيقي انت المفصل مش هيشيل 200 كيلو عشان يجري بيه، ما ده حاجه، ده واقع. يعني احنا مش بن يعني ده واقع بيفرده برضو او بيوضحه التقرير. السن الكبير انا لسه يعني النهارده سيده فوق ال 65 سنه وزن 220 كيلو ما كانتش بتتحرك، هي لسه عامله عمليه من قالها كانت في المتابعه الاولى ما بعد العمليه بعد اسبوعين، نازله اكتر من 15 كيلو في خلال فتره قصيره، ابتدت تشيل نفسها، يعني جايه النهارده في المتابعه من غير مشاية، كانت مشاية رباعيه كده بتستند عليها. الحقيقه طبعا في يعني مشاكل كتيره في مختلف الاعمار، مش عمر واحد اللي هو يقدر، ده في ناس بتقعد بالسنين في البيت ما بتخرجش، بتقول لي ابنها بيقول لها احنا عايزين حركه اكتر وعايزين نشاط اكتر، هي دايما بتتحرك بحركه بسيطه ويا دوب يعني ثابت العصايه، واحنا عايزين نتحرك، هو فاكر يعني عمليه سحر، يعني ان هو ال 15 كيلو دول لازم تقوم تلعب رياضه. يعني الست قالت لهم كلمة بسيطة جدا، قالت لهم أنا 65 سنة وزن فوق ال 200 كيلو 220 كيلو، وأنا بقالي سنين ما اتحركتش من على السرير، قاعدة في السرير بتاكل وتشرب وحد بيساعدها للحمام، قالت لهم أنا مش من يوم وليلة هبتدي أتحرك. ففي مقاسي طبعا كتيرة جدا جدا في مختلف الأعمار للسمنة المفرطة اللي قد تواجه بحلول بسيطة زي إنقاص الوزن بالعمليات الجراحية التي تجرى بالمنظار، فتحات صغيرة، إقامة بسيطة قد لا تتعدى ال 12 ساعة ما بين تكميم المعدة لبعض الناس المؤهلين لتكميم المعدة، أو تحويل مسار بأنواعه، تحويل مسار معدة كلاسيكي، تحويل مسار معدة مصغر، تحويل مسار الاثنى عشر، كل دي حاجات الحقيقة بتنقص الوزن بصورة فعالة وقت قصير جدا. أنا لسه يمكن عندنا عيانة في لسه أدميتد لسه في المستشفى، من كتر السمنة رقبتها بقت الراس على الصدر مفيش مسافة، يعني اللغد الدهون ده أكتر من اللغد، يعني اللغد كبير قوي كده. وزن كسر ال 200 كيلو، يعني مش قادر تنفس، ماشي على سباب طول الوقت، أكسجين يعني مكثف شوية، في البيت ما بتعرفش تنام على ظهرها،
ما بتعرفش تنام، يعني هي لازم يا اما قاعده يا اما بتنام على جنبها بارتفاع معين. طبعا لو شالت السباب من على عليها سنين، يعني طبعا كثيره جدا من المعاناه مع السمنه المفرطه. انا لو قعدت اتكلم على مقاسي السمنه المفرطه ومشاكلها في مختلف الاعمار ومشاكلها في مختلف الحالات المرضيه، طبعا يعني انا لم اتطرق لمشاكل السمنه والسكر. النهارده شفت عيان النهارده عنده ما بشوفش في الاربعينات من كتر السكر ما مأثر على الشبكيه، مش قادر يشوف، يعني هو بيقول يعني حصل في الشبكيه حاجات كتيره جدا. ومقاسي طبعا من الكلى ومقاسي امراض الكلى يعني بصفه عامه، وقد تصل الى فشل للكلى نفسها، والحب عندهم مأساة كتيره جدا مختلفه يعني. لا تأتي المصائب فرادة، يعني ممكن نلاقي ارتجاع مريء مثلا مع السجارة، هنعمل العملية ازاي لا طالما في ارتجاع مريء؟ ارتجاع المريء طبعا من الحاجات اللي احنا لازم نقيمها كويس جدا. الأصل في ارتجاع المريء ما تقربش بقى من تكميم المعدة، اعمل فكر في تحويل مسار المعدة اللي ممكن يكون تحويل مسار معدة كلاسيكي مش مصغر بالاسم كده، يمكن عشان نوصل المعلومة واضحة. ارتجاع في المريء واضح، قيم الوضع بالمنظار واعمل تحويل مسار معدة كلاسيكي. تحويل مسار المعدة المصغر قد يؤدي إلى إساءة الوضع أكتر من شوية. لو ارتجاع درجة أولى ممكن نعمل تحويل مسار معدة مصغر، أكتر من كده الأفضل والأفضل والمنصوح به طبيا أن أنت تعمل تحويل مسار معدة كلاسيكي. طيب في موقف كده ما بتحلش إلا جوه أوضة العمليات، يعني عادة الناس مش بنعمل لهم منظار معدة تشخيصي في عموم الناس اللي ما بيشتكوش من حاجه خالص، يعني هو ما عندوش ارتجاع وما بيشتكيش الا من سمنه منفرطه وجاي في العياده عشان تجهزه للعمليات. احنا عاده ما بنعملش منظار الا الناس اللي هم، يعني انا انصح، يعني لو يعني في ايدي الجايد لاينز وفي ايدي كل التوصيات الدوليه ان انا اعمل منظار لكل الناس اللي تدخل عمليه سمنه، انا عايز اعمله، يعني انا اتمنى ان اعمل ده، لانه عدم عمل المنظار ما قبل العمليه في بعض الناس بتلاقي 11% من الناس عندهم فتق الحجاب الحاجز دون شكوى من ارتجاع مريء. ده انسيدنس، ده وضع يعني موجود في كل الليتريتشر او كل الابحاث الدوليه المنشوره، وكل يعني في 11% بتفاجئ ان انت تلاقي عندهم فتق في الحجاب الحاجز جوه العمليات. واحد من كل 10 تقريبا. تقريبا يعني 11%. انت توصي باجراء منظار بطن، منظار معده لكل الناس. لكل الناس. طبعا في ريزيستنس من الناس يقول لك انا ما بشتكيش، وهو فعلا الاعراف الطبيه في معظمها يعني طبعا توصي بعمل منظار معده تشخيصي ما قبل اجراء عمليات السمنه. اتمنى ان ده يحصل وان ده يطبق. انا نفسي ما بعملش لكل الناس، يعني انا بس بقول على البراكتس اللي حاصل. اذا كان العيان ما بيشتكيش من ارتجاع مريء واضح ما بنعملوش منظار معده، لكن الناس اللي عندهم اي درجه من الارتجاع احنا بنعمل منظار معده تشخيصي ما قبل اجراء عمليه التكميم وتحويل المسار. إذن كيف نتعامل في السيتويشن؟ خلاص دخلنا العمليات وعارفين ان عنده ارتجاع، القرار هو اي وجود ارتجاع مصاحب لفتق في الحجاب الحاجز يتم اصلاحه. طب واحد ما عندوش، عنده ارتجاع بس وعضله المريء شغاله كويس وما عندوش فتق في الحجاب الحاجز، يتم عمل تحويل مسار معده، هي فعلا بتبعد العصاره عن المريء وبتبعد العصاره عن ان هي ترجع تاني في مكان اللي هي مش المفروض ترجع فيه، وبتتصلح المشكله دي للابد، ما بقاش فيها مشاكل خالص. لكن انصح بعمليه تحويل مسار المعده الكلاسيكي في الناس اللي عندهم ارتجاع شديد في المريء مع سمنه مفرطه. عظيم. المراره مرض مشهور انه ياتي في الفاتي، يعني هو حتى مشهور بالاف الخمسه اف المشهورين. اكتر في البنات، في الستات، الفورتي، الفاتي، الفرتايل، معروفه الحاجات بتاعته، لكن برضو في عدم وضوح، لانه في ناس بترتبك عندما نقول انه في جراحه معينه لازم تتعمل عشان لو انا عايز اعمل بعد كده تدخلات، هي دي الانسب في الاجراء بالنسبه لمريض السمنه اللي عنده مشاكل في المراره. احنا هنلخص مشكله المراره مع عمليات السمنه بجمل واضحه جدا لكل الناس عشان تبقى يعني الامور واضحه وكلير ومريحه. لو عندنا احنا طبعا كل عيانين السمنه اللي مؤهلين لاجراء الجراحه لازم تعمل منظار، يعني موجات صوتيه على البطن والحوض من ضمنها هو بيبص على المراره. يمكن الشكل اللي هو الازرق ده البلو ده مكان المراره. الحقيقه طبعا كل عيانين السمنه الجمله الاولى لازم يعملوا منظار على البطن والحوض لاستبعاد وجود حصوات في المراره. لو في حصوات في المراره
يمكن استئصالها بنفس فتحات المنظار بنفس في نفس العمليه يمكن استئصال المراره بالمنظار ما بتاخدش 5 دقائق ل 10 دقائق، يعني لما تبقى يعني مراره صعبه في وزن فوق ال 200 كيلو ده اللي بيبقى يعني 10 دقائق زياده. لكن في عموم الناس اللي هم عندهم حصوات في المراره ما قبل اجراء عمليه التكميم والتحويل لازم يتم استئصال المراره بالمنظار في نفس السيشن. لسبب احنا دلوقتي لو انا عملت تحويل مسار معده وعندي حصوات في المراره لم يتم استئصالها، انا عرضه كمريض يعني ان الحصوه دي تروح للقناه المراريه تسدها، وبالتالي لو عايز ادخل بمنظار عن طريق البق يعني عشان يصلح او يشيل الحصوه من القناه المراريه مش هعرف ادخل بمنظار القنوات المراريه بعد تحويل المسار. وبالتالي اعمل سونار لو في حصوات شيل المراره في نفس السيشن اللي هتعمل فيه تحويل مسار او حتى تكميم المعده ما بعد ذلك. طبعا اكمل المعلومه، لو يعني انت عامل تحويل مسار وعندك حصوه في القناه المراريه ما بعد ذلك يمكن برضو اجراء حاجات يعني لاستئصالها زي الكلودوكوسكوب، في حاجات يعني عشان بس اوصل المعلومه، او ان انت تدخل ان احنا ندخل بالمنظار بتاعنا ندخل منظار الاي ار سي بي او منظار القنوات المراريه عن طريقنا احنا كجراحين يعني، قصدي ليها حلول بس انا مش عايز ازنق نفسي او ادخل في الوضع ده. عايز اقول الجمله تاني، اعمل موجات صوتيه لو انت مقدم على اجراء عمليه تكميم او تحويل، بحيث ان المراره لو في حصوه لازم يتم استئصالها في نفس العمليه. انتبهوا، المجرم قد لا يكون واحد، السمنه هي المجرم، لكن في مع ممكن تكون عصابه يا جماعه، عصابه عباره عن سمنه، التهابات في المراره وحصوات، ارتجاع في المريء، فتق في الحجاب الحاجز، وقد تكون كمان معاه هرنيا، وكل العصابة موجود. ممكن تبقى انت قابض على مجرم واحد اسمه السمنة بس، او اثنين، او الشلة كلها كومبو يعني. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنة والمناظير، الاستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير وحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل، زميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا، عضو كلية الجراحين الامريكية، والحاصل على اعلى تصنيف جودة دولي في جراحات سمنة. اهلا بيك دائما في الناس الحلوة. شكرا، خليكم دائما معانا مع الناس الحلوة. وزني 135 كيلو وبعاني من مشاكل صحية بسبب زيادة وزني، وبصراحة بقى لي فترة طويلة بتابع الدكاترة عشان يعني نويت ان انا اعمل عملية للتكميم او تحويل مسار حسب اللي ينصحني بيه الدكتور. اشتكيت له من بعض مشاكل عندي مؤثرة معايا، في عندي تقريبا ارتجاع او حاجة زي كده، والدكتور طلب مني بعض الفحوصات والمناظير عملتها، واكتشفت ان انا عندي حصوات مرارية مع فتق بالحجاب الحاجز. وبصراحة الموضوع كان بالنسبة لي كنت بقرر ان انا الغي موضوع العملية يعني تخوف يعني. كلمت الدكتور ورحت له، والراجل بصراحة كانت مقابلته مريحة جدا بالنسبة لي، هون عليا ده كله، قال لي كل الامور دي بسيطة وان شاء الله نعمل العملية كلها في وقت واحد. يعني مهما نقول مش هقدر اشكر الدكتور كريم على كل الايجابيات اللي انا اخدتها من العملية. اولا انا عملت 3 عمليات، انا عملت عملية تكميم معدة وعملية المرارة، وكان عندي مشكلة في الارتجاع، والدكتور بعد الفحوصات كان لازم نعمل شبكة للمنطقة المريء واللي هي عملية الارتجاع دي. فطبعا أنا كنت في الأول متخوف من موضوع أن أنا أعمل أجري أكتر من عملية، والدكتور هون علي الموضوع أنه قال لي يعني دي هتبقى عملية واحدة يعني نفس نسبة الشفاء هتبقى واحدة. وفعلا أنا تقريبا دخلت العملية الساعة 12 بالليل، أنا الساعة 4 بالظبط كنت بغادر المستشفى تاني يوم، يعني قعدت في المستشفى تقريبا ما يقرب من 6 ساعات بس. أول نقطة، ودي للأمانة أنا ما أخدتش دواء السكر من بعد العملية بيوم، إلى الآن أنا الحمد لله ما أخدتوش نهائي. الوزن بتاعي في خلال 8 شهور أو يمكن أقل من 8 شهور نزلت تقريبا في حدود 50 كيلو. طبعا أنا عندي راحة دلوقتي في أكتر من حاجة، أولا في اللبس، في النوم، في المعيشة عموما. أنا شخص تاني غير اللي كان داخل العملية. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. مهما أشكرك. الله يخليك. الله يخليك. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يخليك.